بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتي التلاميذ. الدرس الثالث، الاسم العلم للصف السادس الابتدائي. أحبتي التلاميذ، إن شاء الله في نهاية هذا الدرس والاطلاع على الفيديو كاملا، كل واحد منكم يكون قادر على أن يعرف الاسم العلم ويشخص الاسم العلم في الجملة ويميز بين الأسماء الأعلام وغيرها في الجملة، وكذلك يستطيع أن يعطي أمثلة عن الاسم العلم ويعرب الاسم العلم بحسب موقعه من الجملة إعرابا مفصلا. أخذنا أحبتي التلاميذ أن الكلام في اللغة العربية يقسم على ثلاثة أقسام، وهي الاسم والفعل والحرف. وعرفنا أن الاسم هو كل ما دل على مسمى، والفعل هو ما دل على حدث مقترن بزمن. أما الحرف أحبتي التلاميذ هو ما لا يدل على معنى بذاته وإنما في غيره. انتبهوا وأنصتوا معي لقراءة هذا النص. لما بزغ نور الإسلام في مكة المكرمة كانت الدعوة إليه سرا، ثم أعلن الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم عنها وجاهد من أجلها ودعا العالمين كافة إلى الدخول في الإسلام. أقبل الناس يؤمنون به فآمن به صاحبه أبو بكر وابن عمه علي وزوجه خديجة وعمه حمزة ومولاه زيد بن حارثة، ثم انتشر الإسلام بعد ذلك ودخل الناس في دين الله أفواجا، وأصبحت الكعبة الشريفة التي بناها إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام قبلة المسلمين يحجون إليها كل عام. كلنا نعرف أحبتي التلاميذ، عندما أعلن الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن دعوته آمن به ابن عمه علي وفداه بنفسه وبكل ما يملك، لتوضيح هذه الحادثة حتى تكتمل الصورة عندكم أحبة التلاميذ. وكان أول من آمن به ودافع عنه أيما دفاع لينتشر الإسلام، حينها قال الرسول ما مضمونه أن الإسلام قام في أموال خديجة وبسيف علي. انتبهوا أحبة التلاميذ أنه الأسماء إما يكون اسم لشخص معروف أو لمكان معين. أسماء الأشخاص المعروفة نحو محمد، علي، خديجة، فاطمة، سواء كانت للمذكر والمؤنث. أما الأماكن نحو بغداد، مكة، الرباط، جدة، العراق، مصر وغيرها، ما يدل على أسماء المدن والدول. فنجد أن هذه كلها أسماء تدل على أشخاص وأماكن معروفة معينة. إذن أحبتي، إذا أردنا وضع قاعدة للاسم العلم، فنقول أن الاسم العلم هو اسم يدل على معين سمي به إنسان أو مكان أو غيرهما من أسماء الأنهار أو الجبال. لاحظ الأمثلة. أولا الأماكن، قلنا نحو بغداد، كربلاء، مكة، النجف، أي ما يدل على مدينة أو دولة. أسماء الإنسان كذلك بنوعيه، المذكر والمؤنث، نحو أحمد، علي، سعاد،
محمد، فاطمة، وجميع أسماءكم أحبتي التلاميذ. وكذلك أسماء الأنهار أيضا هي ضمن أقسام الاسم العلم، نحو الفرات، النيل، دجلة وغيرها من أسماء الأنهار، بالإضافة إلى أسماء الجبال. أيضا كل اسم جبل معروف يطلق عليه اسم علم، جبل طوبقال وغيرها من أسماء الجبال. انتبهوا أحبة التلاميذ عندما يأتي إليك سؤال ويقول لك دل على الأعلام في الجمل الآتية، أي بمعنى استخرج الأسماء الأعلام: علي تلميذ النشيط، الفرات نهر عظيم، القدس مدينة عربية. قلنا أن الاسم العلم هو ما يدل على معين سمي به إنسان أو مكان أو غيرهما من أسماء الأنهار أو الجبال. فنأتي ننظر إلى الاسم، إذا كان يدل على اسم إنسان نحو علي إذا نقول عليه اسم علم، الفرات هنا اسم نهر إذن هو اسم علم، والقدس أيضا هي مدينة، والمدينة قلنا أنها اسم علم. فلاحظوا أحبتي الاسم العلم، إذا أردنا الإجابة عن هذه الجمل فنقول علي في الجملة الأولى، والفرات في الجملة الثانية، والقدس في الجملة الثالثة. هنا نقول علي اسم علم لإنسان مذكر، والفرات اسم علم لنهر، والقدس اسم علم لمكان. أحبة التلاميذ، أنه عند إعراب الاسم العلم يعرب حسب موقعه في الجملة، لا يوجد إعراب ثابت له ونقول مثل اسم علم كذا، لا يوجد هكذا إعراب، وإنما يعرب حسب موقعه في الجملة. فإعراب هذه الجملة كربلاء آمنة، هنا كربلاء هي اسم علم لمكان، فعند الإعراب قلنا نعرب حسب الموقع في الجملة. كربلاء اسم وقع في بداية الجملة نطلق عليه مبتدأ، هنا إذن كربلاء هي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ودائما أن المبتدأ يحتاج إلى خبر. آمنة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، هكذا عند الإعراب أحبة التلاميذ. ننتقل أحبة التلاميذ إلى تقويم درسنا لهذا اليوم. السؤال الأول أحبتي، ماذا نعني بالاسم العلم؟ الاسم العلم هو اسم يدل على معين سمي به إنسان أو مكان أو غيرهما من أسماء الأنهار أو الجبال. ميز الأسماء الأعلام من غيرها فيما يأتي: بغداد، النيل، أحمد، معلمته. كيف أميز الأسماء الأعلام من غيرها؟ قلنا حسب التعريف الذي أخذناه فيما سبق، إذا كان يدل على اسم إنسان أو اسم علم لمكان. والنيل أحبة التلاميذ هو اسم علم لنهر، وأحمد اسم علم لمذكر، ومعلمة هنا تختلف عن أسماء الأعلام فهي اسم نكرة لأنها لا تدل على شيء محدد ومعين. مثل بجمل مفيدة لما يأتي: اسم علم لمكان واسم علم لمؤنث. الجملة الأولى: القدس مدينة عربية، فالقدس هنا هي اسم علم لمكان، وتؤدي فاطمة واجباتها، ففاطمة هنا اسم علم لمؤنث. نصل أحبة التلاميذ إلى ختام درسنا لهذا اليوم، وإن شاء الله استفدتم من هذا الدرس، ولا يسعني إلا أن أتوجه
لكم بالشكر الجزيل على حسن استماعكم وإصغائكم، وآخر دعوايا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل خلقه أجمعين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. انتظرونا في دروس قادمة، أستودعكم الله في أمان الله وحفظه ورعايته. إلى اللقاء في دروس قادمة، رافقتكم السلامة إن شاء الله.